اهلا بيكم من جديد. قصصنا ما زالت مستمره في حديث القاهره، واللي كانت قصصكم القمح واسعار القمح بالنسبه للفلاح، هل هي اسعار عادله؟ دي مناقشه كانت موجوده بالمناسبه، مش بس كانت عن القمح، كانت عن القمح وعن الرز وحتى كان عن الذره، الحاجات المهمه جدا اللي بيعتمد عليها سواء كان اكل المصريين او حتى صناعه العلف اللي هي ليها علاقه باكل المصريين. لجنه الزراعه امبارح كانت بتناقش طلب احاطه مقدم من النائب احمد بلال، اللي كان بيتكلم عن ليه ما فيش تفعيل لقانون الزراعات التعاقديه بالشكل اللي اتعمل عشان، وقال ان القانون ده من المفترض اتعمل من 2017 واتعملت له جهه علشان تقوم بتطبيقه من سنتين. واستعرض مجموعه من الاشياء، واحنا وقفنا هنا قدام كلامه اللي بيتكلم فيه على ان الحكومه حددت سعر اردب القمح للفلاح لما جت تعمل الزراعات التعاقديه ب 1250 جنيه، وقالت ان الطن 8500 جنيه. قال ده حصل في نفس الوقت اللي كان فيه سعر القمح المستورد اللي الدولة بتشتريه من بره وفق ما أعلنته الدولة 435 دولار، يعني كام بالمصري 13500 جنيه. ده كان مثال على يعني هذه القرارات واللي بيحصل في الجزئية دي تحديدا. قال إن معنى كده إن الحكومة يا ترى بتدعم الفلاح اللي بيزرع القمح في أوكرانيا أو في روسيا أو في أي دولة في الخارج ب 5000 جنيه فرق في الطن عن اللي بتشتريه منه من الفلاح المصري. طب انا زي كده ازاي اكون بشجع الفلاح المصري، او كده ازاي استنى منه ان هو يديني زي ما المفترض ان هو يديني؟ ده كان سؤال مهم. السؤال ده اللي هو طرحه احنا هنا اخدناه وحبينا ناخد اجابات عليه. الحقيقه هل الفكره دي بالشكل ده حقيقيه واضحه، ولا الموضوع ليه ابعاد تانيه احنا محتاجين نفهمها ليها علاقه مثلا بما يحدث في مصر في زراعه القمح، وان احنا محتاجين نستورد قمح من بره وما عندناش بديل؟ خلينا ناخد اجابات من الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقليه بمركز البحوث الزراعيه، وهو كمان رئيس الحمله القوميه للقمح. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. اهلا وسهلا فندم، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيك يا دكتور رضا. اهلا استاذ خير. اهلا يا فندم. تحياتي استاذ كريم. اهلا بيك يا فندم. دكتور رضا، هل ما جاء في طلب الإحاطة منطقي؟ هل الأسعار بالفعل القمح في مصر لا تضاهى بالسعر العالمي؟ طيب يعني تسمح لي بس يعني مع حضرتك كده دون حد مقاطعة بس عشان نقدر نقول اتفضل 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 عشان نعرف حجم الإنجاز اللي حصل في المحاصيل الاستراتيجية، طبعا باهتمامات القيادة السياسية، على الرغم من التحديات اللي موجودة ان ملف القطاع الزراعي شهد تحسن غير طبيعي ما حصلش في تاريخ مصر في السنوات الاخيره. نعم. على راسهم طبعا هنتكلم على المحصيله الاستراتيجيه، وعلى الرغم من التحديات الموجوده من جائحه كورونا لتغيرات مناخيه واخيرا الحرب بين روسيا واوكرانيا اللي اطلت بظلالها على جميع اقتصادات العالم كلها. فما كان من القياده السياسيه لم تهتم بالمحصيله الاستراتيجيه، لان القمح، الذره، الرز، فول الصويا، ودوار الشمس، فول البلدي، كل دي محاصيل استراتيجيه مهمه جدا للمواطنين المصريين. ففي ظل الاهتمام احنا مثلا بنتكلم مساحه القمح، يعني عشان نقدر نتكلم لحد وقت قريب النهارده حاطين خطه استراتيجيه في خلال 2025 هنعمل ايه و2030 نوصل لايه. السنه اللي فاتت المساحه المزارعه كانت تقريبا 3.6 من عشر، او كانت تقريبا 3.6 من عشر، يعني 3 مليون فدان 650,000. اهتمامات طبعا كان السنه اللي قبلها 3.4 من عشر بزياده 250,000 فدان. فخامة الرئيس بيتكلم على زيادة لا تقل عن 400,000 فدان، يعني بنتكلم في مستهدف لنا السنة إن شاء الله نوصل ل 4 مليون فدان. بالمستهدف لنا إن شاء الله في الاستراتيجية بتاعتنا 2025 أوصل للنهاردة، بدل ما أوصل للنهاردة أنا بكتفي بحوالي احتياجاتنا متدبر باحتياجاتنا بالموجود المنتج بتاع المحلي، بعمل تقريبا حوالي 55% من احتياجاتنا. في ظل الاستراتيجية اللي موجودة 2025 هنوصل إن شاء الله من 60 ل 65% من احتياجاتنا، 2030 نوصل ان شاء الله لحد الامن. طيب تمام، انا عايز اخليني بس كل في انجاز النهارده. كل ده انجاز ماشي يا فندم، هقول لك ساعتها هخش على الموضوع اللي انت عايزه. كل ده انجاز الحمد لله ما حصلش من سنين، ده انجاز يحصل في الملف بتاعك. طيب خلاص عرفنا انه انجاز يا دكتور محمد. يا دكتور رضا انا اسف، انا عايز رد على الاجابات علشان توصل للناس، هل هذا السعر لا يتناسب مع السعر العالمي؟ لا طبعا، هقول لساعتك عشان نعمل السعر ده بيبقى في جهات معنيه كتير جدا بتدرسه عشان نوصل للسعر المعلن عليه. احنا برضو عشان نعرف برضو مدى حجم الانجاز اللي حصل في هذا المجال. انا مش عايز اتكلم عن انجاز يا فندم، انا عايز اتكلم عن والله انا عايز سعر
السعر لحد وقت قريب احنا كنا كان السعر السنه اللي فاتت 850 جنيه مش كده يا فندم؟ تمام. السنه اللي فاتت السنه دي يا فندم شهر 8 معالي الوزير اعلنوا قبلها بشهرين شهر 8 1000 جنيه. فخامه الرئيس وجه بدراسه الاسعار خاصه في ظل الاوضاع الاقتصاديه، قال لك نعيد دراسات الاسعار المحصله الاستراتيجيه. فوصلت ل 1250 جنيه يا دكتور رضا. 250 جنيه. صحيح. ده قرار من السيد الرئيس. هل ده حتى الان هو مرضي بالنسبه للفلاح وعادل بالنسبه لمن سيقوم بزراعه القمح ويورده للحكومه بشكل فيه؟ عشان نعمل السعر ده ونطلع بيه للسنة اخواننا المزارعين لابد بيحصل جهات كتير ودراسه حاجات كتير ونحط معايير عشان نوصل للسعر ده، واكيد واحنا واثقين ان احنا السعر ده مرضي لاخواننا المزارعين. ليه يا فندم؟ هقول سعادتك ليه. انا النهارده لما اجي احط لازم احط في المعايير عشان ادرس السعر واحط السعر اللي احنا مستقرين عليه 1250. ده سعر استرشادي ممكن ان شاء الله وارد انه مش هيقل عن كده. احنا بنحط السعر يا فندم مش النهارده بس، انا هوصل بالسعر بتاعنا. انت هل تضمن ان السعر اللي هيبقى العالمي اللي احنا على اساسه من ضمن المعايير اللي بحط عليها السعر في شهر 5 هل هو هيفضل بالسعر ده ولا ممكن وارد ان هو يكون يقل عن كده؟ ممكن يكتر، ممكن يزيد ويقل، بس في الغالب ان هو بيقل. لان احنا انت بتدرس النهارده في خلال 5 سنين فاتوا قبل كده في الوضع انك انت وقت التوريد بتاعك بيحصل ايه بالنسبه لتوريد القمح من اخواننا المزارعين في شهر 5 بالذات. دكتور رضا، دكتور رضا تسمح لي امدي ايدي بس واخدك للطريق؟ اتفضل يا فندم. هو انا لما بتكلم عن اسعار القمح بره فنحن في حاجه لاننا نستورد اغلب استهلاكنا من القمح، صح؟ تمام. ومقارنين على السعر العالمي. اتنين، انا بشتريه في ظل ظروف الحرب في ظروف صعبه جدا فارتفع سعر الشراء بالدولار. نعم. تلاته، لا يجوز مقارنه الاسعار من الدولار الى المصري لان انا بدي للمصري بسعر المصري في جزء من تكلفة وزارة الزراعة والدعم اللي بتقدمه لهذا الفلاح. لما بتعامل بالدولار برة، الدولار هنا جنيه. أنا ضد الناس اللي بتقول لك طب شوف برة وشوف جوه. برة دولار فإنت السعر لا تقيم بالضرب في 29 وشوية أو في 30 جنيه. تمام. ماذا تقدم وزارة الزراعة للفلاح كي تعينه؟ الدعم. ثم ما هو هامش ربح الفلاح في هذا الطن؟ بس محتاج دول. تفضل. أنا النهاردة كمان عايز أضيف لكلام سعادتك حاجة مهمة جدا. هي الدولة لحد دلوقتي حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها ملتزمة قدام المواطنين بتوعها بدعم رغيف العيش، مش كده يا فندم؟ يا فندم خليك مع المزارع لو سمحت عشان خاطري. خليك مع الفلاح اللي الكلام يهمه. ماشي يا فندم، رقم بس يا فندم، هتكلم سعادتك مجهودات الوزارة في إيه؟ هنتكلم على بالنسبة على المستوى حتى الحملة القومية لنهوض محصول القمح. النهاردة أنا بقدم للخدمة للمزارع دعم فني بحقول ارشاديه تقوم مخارب ضعف اللي كانت السنه اللي فاتت بما يكون حقل او تجميع ارشاديه موجودين في جميع قرى مصر. رائع. ايه الهدف من القرى اللي لا مش الهدف خلاص ده دعم رقم اثنين. دعم فني رقم اثنين، انا بوفر تقاوي معتمده لحد السنه اللي فاتت او لحد وقت قريب كان 30% تقاوي معتمده تغطيه، انا السنه دي السنه اللي فاتت بغطي 50 السنه دي بغطي 70%. رائع. بتقاوي معتمده ثلاثه ثلاثه. طيب انا النهارده بوصل النهارده في ميكنه زراعيه بعمل تجميعات النهارده لما بنيجي نعمل حصر الحيازات الموجوده ما دون الفدان بيخرج من حوالي 70 في 80% من الحيازات، فبعمل عشان ادخل ميكنه زراعيه عايز مساحات، فبعمل تجميعات بين اخواننا المزارعين مساحات قليله عشان اقدر ادخل فيها ميكنه زراعيه ويقدر يستفيد منها بقلل التكلفه بتاعته ويسهل عليه اكتر. ايه كمان يا التقاوي المعتمده بعظم انتاجيه وميكنه والسماد والسعر المعلن، بعمل مراكز تجميعيه وقت الحصاد عشان اوفر لاخواننا المزارعين واريحهم في وقت الحصاد الامن. هامش الربح قد ايه في الطن يا فندم؟ بعد كل ده هامش الربح قد ايه؟ انت لما تيجي ما انا بقول لسعادتك عشان تقدر تكلف النهارده بنيجي نعمل ندرس التكاليف بتاعته كلها واشوف قد ايه الفلاح بيجيب قد ايه كم قرداب في متوسط 20 قرداب في السعر المعلن عليه بالتكلفه بتاعته فيما لا يقل بنتكلم من شهر من 7 ل 10,000 جنيه فرق ما بين التكلفه والانتاج بتاعه والتوليد بتاعه. 10,000 جنيه في الطن؟ في الفدان. في الفدان. طب كويس. والفدان بيدني كم طن يا فندم؟ بيجيب 3 طن يا فندم. تمام، بنشكرك جدا دكتور رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، شكرا جزيلا.